السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون المؤمنون، الله عز وجل يقول وقوله الحق: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال جل ذكره: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا أرجو الله أن يكون يوما مباركا، كما أرجوه جل وعلا أن يجعل هذا المسجد مسجدا مباركا. الله جل وعلا ينعم بالمال، ينعم بالصحة في البدن، ينعم بالجاه، ينعم بالعلم، وكل هذه النعم تحتاج إلى شكر. وأعظم شكرها بعد الاعتراف بأنها من عند الله أن يتوخى بها المؤمن مرضاة الله، وأن يستعملها في طاعة الله. وبناء بيوت الله جل وعلا مما تنافس فيه الصالحون من المسلمين منذ عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم، إذ أنه عليه الصلاة والسلام يفرق ما بين الشيء الذي هو لشخصه والشيء الذي هو لربه. فلما ضحى بيده، نحر أضحيته بيده، ولما ساق الهدي نحر 63 بيده، ولما أراد أن يبني مسجدا بناه بيده وأعانه أصحابه. وأما أشياءه الشخصية فقد كان بلال وعبد الله بن مسعود وزيد بن حارثة وغيرهم من فضلاء الصحابة ممن اعتادوا أن يكونوا حوله كانوا يقومون بهذا الشأن رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نسأل الله عز وجل قبل بداية الدرس أن يتقبل من أخينا الوجيه المبارك الشيخ سالم بن مضحي الردادي عمله هذا، وأن يخلص نيته ويصلح عمله ويبارك له فيه، وأن يكتب له بيوتا لا تعد في جنات النعيم، وأن يطيل عمره على طاعته، وأن يحسن لنا وله الخاتمة، وأن يبارك له في ذريته أبناء وبنات وفي أزواجه، وأن يستعملنا وإياه في طاعته. هذا كله قبل الشروع في الدرس. أما الدرس فإننا سنتحدث عن بعض آيات في القرآن العظيم، نحاول أن نصل فيها إلى المراد منها مما وعظ الله عز وجل به عباده وأرشد إليه خلقه. ولن نطيل، ولذلك لم نصلي السنة، لأن الأصل في سنة المغرب أن تكون في البيوت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في بني عبد الأشهل هم قوم من الأنصار، فلما سلم ابتدروا السواري يسننون يؤدون السنة، فقال: يا بني عبد الأشهل، هذه صلاة البيوت. أي أن الأصل في صلاة المغرب ركعتاها البعديتان، ركعتي السنة، تؤدى في البيت. ولما كنا قد عزمنا أننا لن نمكث في المسجد إلى صلاة العشاء وأن الناس يذهبون إلى بيوتهم، قلنا لعلنا ولعل الناس يؤدون هذه السنة في البيوت. من أجل ذلك استأذنت أخي الشيخ عيسى أن يكون الدرس بعد الصلاة مباشرة حتى يفقه الناس دينهم. نأتي للآيات. قال الله عز وجل في خاتمة سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قول الله عز وجل وكذلك، الكاف هذه للتشبيه، واختلف على ماذا تعود، والأظهر والعلم عند الله أنها تعود للآية التي قبلها. فإن الآية التي قبلها قال الله عز وجل فيها: وما كان لنبي أن يكلم، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فذكر الله عز وجل الطرائق التي يوحي بها جل وعلا إلى عباده. الوحي أعظم خصيصة خص الله بها الأنبياء. هذا الوحي جعله الله عصمة للأنبياء، لأن الذي يقولونه أو يفعلونه إنما هو وحي من الله جل وعلا إليهم. ووحي الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله له طرائق، أكثرها أشهرها أعظمها أحوال أن يأتي الملك
إلى ذلك النبي فيخبره. وسنة الله في الأنبياء أن ذلكم الملك هو جبريل، أوكل الله عز وجل إليه الوحي الذي ينزل به من عند الله. وطريقة أخرى ينفث في روع النبي، يعني يقع في خلده، يقع في قلبه أن هذا وحي دون أن يرى الملك، لكنه على يقين أنه وحي من الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فهذا نوع من أنواع الوحي. من أنواع الوحي المنام، يراها النبي فيعلم أنها حق، لأن رؤيا الأنبياء حق، وكلكم يعلم أن خليل الله إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ولده، فعلم أن هذا وحي. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. وابنه يعلم أن أباه نبي وأن هذا المنام وحي من الله إليه. هذه كم حالة؟ ثلاثة. الحالة الرابعة وهي أرفع الأحوال، وهو أن يكلم الله عز وجل ذلكم النبي لكن من وراء حجاب، بحيث أن النبي يسمع كلام الله لكنه لا يراه. ولم يكتب الله لأحد كائنا من كان أن يرى الله قبل يوم القيامة، لن يرى أحد إلا حتى يموت العبد. ثم إذا بعث الأشهاد رأى المؤمنون ربهم في جنات النعيم. والذي نص عليه القرآن أن الذي كلمه الله عز وجل من وراء حجاب هو نبي الله موسى. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال عز وجل يخاطب موسى: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذه كلها قبل قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك. الخطاب الآن لنبينا عليه الصلاة والسلام، والمعنى أن الله عز وجل يقول له: كما أوحينا إلى قبلك من الأنبياء والمرسلين، وأنت آخر الأنبياء، أنت آخر المرسلين، أوحينا إليك كما أوحينا إليهم. فالوحي هو عماد الرسالة التي عليها يعتمد أولياء الله من الأنبياء والمرسلين في دعوة الناس إلى الله، ومنه قول الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى. قال ربنا: وكذلك أوحينا إليك أي يا محمد روحا من أمرنا. سماه الله عز وجل الروح لأن الروح بها يقوم البدن، والقرآن روح للقلب، والقرآن روح للقلب، والقلب الخاوي من القرآن علما وعملا قلب ميت. وإنما تحيا قلوب العباد حقا، غير الحياة المعيشية، تحيا القلوب العباد حقا على نور القرآن. وكلمة روح في القرآن جاءت على معان عدة، جاءت بمعنى النفس التي في البدن، ومنه قول الله عز وجل في الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وأرضاه وهو يحتضر، يعني يجود بروحه، فلما مات عثمان وتيقن النبي عليه السلام أن عثمان مات، أغمض عينيه، مسح على عينيه فأغمضهما، وقال لمن حوله: إن الروح إذا صعد يتبعه البصر، إن الروح إذا صعد يتبعه البصر. فهذه الروح التي في البدن، وهذه الروح خلقت قبل الأجساد. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لما خلق الله عز وجل أبانا آدم مسح على ظهره، فخرج من ظهر آدم كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. هذا يسمى أيها المبارك عالم الأرواح، يسمى عالم الأرواح. ثم خلق الله عز وجل أجسادنا ونحن في بطون أمهاتنا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، إلى أن قال الله: ثم أنشأناه خلقا آخر. أنشأناه خلقا آخر، يأتي ملك فينفخ في ذلك الجنين الروح فتدب فيه الحياة. فهذه روح في البدن، ينفخ في الجسد في الجنين ملك، لكن هذا الملك غير معين، غير محدد، يعني لا يوجد ملك واحد مختص بهذه الأمور، وإنما جنس ملائكة. قد يكون الملك الذي نفخ الروح في جسدك غير الملك الذي نفخ الروح في جسدك، ويؤمر بأربع كلمات، وتبقى هذه الروح تألف الجسد حتى
حتى يصبحان شيئا واحدا، هو يغدو يروح يقوم يمشي بتلك الروح، ثم يوكل لملك معين، الأول غير معين، الملك الذي لك غير الملك الذي لي، قد يتفقان لكن يبقى ملك معين. هذا الملك المعين أوكل الله عز وجل إليه قبض الأرواح، وهو المعروف بملك الموت. قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت، وهو أحد رؤساء الملائكة الأربعة، جبريل وميكال وإسرافيل وملك الموت. لكن ملك الموت معه أعوان، لكن الأعوان لا يباشرون أخذ الروح، إنما يباشرها الملك نفسه ثم يسلمها لأعوانه. قال الله عز وجل: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فهذه الروح التي في البدن، جاء الروح بمعنى أو اسما أو صفة لجبريل عليه السلام. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. اختلف العلماء في المراد بالروح اختلافا عظيما، لكن الأشهر والعلم عند الله أنه جبريل، لأن الله عز وجل قال: قل نزله، أي القرآن، روح القدس من ربك. فكلمة روح في القرآن إذا أطلقت ويراد بها ملك، فإن الغالب أن المقصود بها جبريل عليه السلام. هذا جبريل. هنا روح وصفت للقرآن، والمراد بها ما يبثه الله عز وجل في القلوب من الروح. اجلس يا بني اجلس، لا تقوم، اجلس. جعله الله عز وجل روحا للقلوب تحيا به القلوب، لأن القرآن أعظم كتاب أنزل من السماء. ربنا عز وجل يقول: إنه لكتاب عزيز لا يأتيه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أنزله الله عز وجل منجما مفرقا على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم في 23 عاما، أول ما أنزل منه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر ما أنزل منه على قول الجمهور قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، من سورة البقرة. فقال ربنا هنا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قول الله عز وجل من أمرنا يدل على عظيم الشأن وجلاله، وأنه شيء اختص الله عز وجل به. ثم قال له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أحد يأخذ عنه من البشر، ولم يكتب يوما شيئا بخط يده، ولم يتعلم عند عالم ولا قارئ ولا صاحب أساطير. ولذلك اتهمته قريش بأن هذا القرآن أخذه من غيره، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. جاء القرآن يقول: قل أنزله الذي يعلم السر في السماء والأرض جل ذكره. فأخبر الله عز وجل أنه منه: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم حميد. فهذا القرآن يقول الله لنبيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما الكتاب أي ما القرآن، لكن ما الإيمان فيها تفصيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كان على يقين أن الله لا رب غيره ولا شريك معه ولا إله سواه، لكن تفصيل الشريعة كما بلغنا إياه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلمه، لكنه كان يعلم أن الله عز وجل لا رب غيره ولا إله سواه، ولذلك لم يعبد الأصنام ولم يلتفت إليها قط، مع أنه نشأ في بلد في قوم يعظمون الأصنام أعظم أجل تعظيم، ومع ذلك لم ينصرف إليها صلى الله عليه وسلم. قال له ربه هنا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ثم جاء حرف الاستدراك: ولكن جعلناه، أي القرآن، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. كل من يتلو القرآن ثم ينتهي مما قرأه لا يمكن أن يقوم على حاله، إما أن يزيد إيمانه وإما أن ينقص. الله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولا يمكن أن تقلب عينيك
في شيء تنظر إليه ليمتلئ قلبك قبل أن تمتلئ عيناك أعظم من كتاب الله جل وعلا. النظر في المصحف والقراءة منه يشعر أي مؤمن بأنها تزيد في إيمانه. وأنت لن تتعبد الله بشيء عظيم مثل أن تتعبده بتلاوة كلامه. الله يقول إن الذين يتلون كتاب الله ويقول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ويقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين إلى أن قال خروا سجدا وبكيا. والمراد أيها المبارك أن الله يقول هنا ولكن جعلناه أي القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الآن أنتم في المدينة وكلنا على يقين أن لم يأتي أحد منكم هنا وهو خال من عمل، لم يجد مكانا يأويه إلا المسجد، بل لو قدر له أن ينصرف إلى شؤون من الدنيا لا تنتهي. لكن من الذي من علي وعليكم أن ساق أقدامنا إلى بيت من بيوته؟ الله. وهذا من أعظم النعم وأجلها. ليس كل واحد يحبه الله فيهديه إلى بيته، لكن من من الله عليه فهداه وساق قدميه إلى بيت من بيوته ليصلي فريضة أو يسمع ذكرا أو يتأمل موعظة، فليعلم أن هذا اجتباء واصطفاء ونعمة عظيمة من الله، وليسأل الله عز وجل شكر نعمته. قال الله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال جل وعلا من عبادنا، والإضافة هنا إضافة تشريف، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولا أحد هدى الناس بفضل الله علي أعظم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيأتي السؤال، هذا الصراط المستقيم صراط من؟ فيأتي الجواب في الآية التي بعدها، قال الله صراط الله، ثم ذكرت الآية بعض ما لله عز وجل من العظمة، فقال الله صراط الله الذي، هذا يسمى عند النحويين اسم موصول، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. له هذه تسمى لام ملك. لام ماذا؟ لام ملك. وقد تأتي في حق غير الله، لكنها إن جاءت في حق غير الله فهو ملك ناقص مهما بلغ، ملك ناقص مهما بلغ. وهي في حق الله ملك كامل لا يشوبه نقص البتة. أي شيء أنت اليوم تملكه إما أن تتركه وإما أن يتركك، لكن ملك الله عز وجل عظيم. قال الله صراط الله الذي له ملك السماوات له ما في السماوات وما في الأرض. قلنا اللام لام الملك. سنذكر شيئا يسيرا عن السماوات والأرض. الظاهر من القرآن أن الله خلق الأرض أولا في يومين، ثم استوى إلى السماء جل ذكره فخلقها في يومين، ثم أكمل خلق الأرض في يومين، فكان خلقه جل وعلا للسماوات والأرض مجتمعتين في ستة أيام. في ستة أيام. ولهذا قال الله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها، ولم يقل بدأ خلقها لأنه خلقها من قبل. وهذا كل من تأمل القرآن بروية يتبين له ذلك. سنتكلم يسيرا عن السماوات والأرض. أي السماء هذه التي نراها تسمى السماء الدنيا، تسمى السماء الدنيا لأنها أدنى السماوات إلينا إلى أبصارنا نراها. وأعلى السماوات تسمى السماء السابعة. السماوات أيها المبارك ما بين كل سماء وسماء مسافة مسيرة 500 عام، لكن ظاهر القرآن ولا أجزم، لكن ظاهر القرآن والسنة أن الأرض
الأراضين السبع ليس بينهن مسافات، ليس بينهن مسافات، ولذلك لم يرد في القرآن جمع كلمة أرض، لم يرد في القرآن جمع كلمة أرض، وإنما يعبر عنها بالأرض. حتى لو جاءت مقترنة بالسماوات مجموعة لا يؤتى بالأرض مجموعة، لا يقال أراضين، هذا جمعها، لكن لم يرد في القرآن كلمة أراضي. لكن ما بين السماء والسماء مسافات، هذه السماء من يعمرها؟ الملائكة، ولكل سماء خزنة وعمار، ولكل سماء خزنة وعمار. تصعد روح المؤمن فتمر على أهل السماوات فيجعل الله لها ريحا طيبة وذكرا حسنا فيثني علي أهل السماوات. وجبريل عليه السلام فيما يظهر أول من يسمع وحي الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيوحي الله عز وجل إليه بما شاء، ثم يمضي جبرائيل على كل سماء، كلما مر على سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق، وهو العلي الكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج مر على السماوات السبع كلها، من السماء الأولى التي هي السماء الدنيا إلى السماء السابعة، وكان يصحبه جبريل، ومر على خزنتها ولقي إخوانه من النبيين عليه الصلاة والسلام. وفي السماء البيت المعمور، وقد قال أهل العلم إنه موازن أو مقابل الكعبة، وقد أقسم الله به، قال الله: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. هذا ما يتعلق جملة بالسماء. أما الأرض فلا يكاد يجهلها أحد، جعل الله عز وجل عليها الجبال أوتادا، وهذه الأرض تضم الميت. قال عليه الصلاة والسلام: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح، يقصد سعد بن معاذ. واختلف العلماء لماذا ضمة القبر، لأنها تشمل المؤمن والكافر، فقال بعضهم، هذا استنباط لا يلزم أن يكون صوابا، قالوا: إن الله عز وجل خلقنا من الأرض، فهي شئنا أم أبينا أمنا من وجه، ثم أحيانا عليها، فإذا متنا وعدنا إليها تضمنا الأرض كما تضم الوالدة ولدها إذا غاب عنها، إلا أنها تضم المؤمن برفق لأنه أطاع ربه، ولا تضم الكافر برفق لأنه عصى ربه. وهذا استنباط حسن ومقبول إلى حد كبير، والعلم عند الله، لكني قلت لا أستطيع أن أجزم به لأنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل هنا: له ما في السماوات والأرض. والأرض فاضل الله عز وجل بين بعض بقاعها، فلم يجعل جل وعلا مكة والمدينة مثل غيرها من سائر البلدان. فمكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض وجعل فيها بيته، وجعل الحج إلى هذا البيت يغفر الذنوب كلها، وهذا يدل على شرف مكة. والمدينة جعلها الله مهاجرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكل لابد أن يفرق ما بين المدينة كحرم والمدينة كاسم، المدينة كحرم والمدينة كاسم. فمثلا الصيد يجوز في هذه المنطقة التي نحن فيها لأنها خارج الحرم، لكن لا يجوز داخلها لأنها داخل حرم المدينة. حرم مدينة حرم من عير إلى ثور، وثور يقال إنه جبل خلفه أحد ويقال غير ذلك، المقصود إلى أحد تقريبا، وشرقا وغربا اللابتين الحرتين، فهذا حدود حرم يحرم داخلها الصيد، واضح. لكن قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم
أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع أو أشهد، والرواية ليست بالشك، لمن مات بها. فإن كان من الصالحين ومات في المدينة يشفع يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان من غير الصالحين يشفع له، ولهذا قال أشفع أو أشهد، فهو يشهد للصالحين ويشفع لغير الصالحين صلوات الله وسلامه عليه. لكن هنا لا يؤخذ بالحرام، لا يؤخذ بالحرام. مثلا لو أن أحدنا طال الله عمرنا وعماركم على الحق، لو أن أحدا مات في هذا المكان في هذا الحي وما جاوره وما بعده وما خلفه وما قبله، هذا ينطبق عليه الحديث تماما، لأن هذه المنطقة إجماعا هي من ماذا؟ هي من المدينة. فالحديث لا يتحدث عن الحرم، يتحدث عن المدينة كاسم، فالمدينة كاسم تضم الحرم وغير الحرم، مهما امتد سكانها بنيانها مخططاتها إلى أي حد بلغت، ما دام يطلق عليها المدينة. وأنت أي واحد يسكنها هنا لو سأله أحد خارج المدينة أين تسكن، أين يقول أسكن في المدينة. فكل ما جاء في فضل المدينة ينطبق عليه، إلا مسألة الصيد فإن لا تنطبق عليه. وأما عدم دخول المسلمين فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا يدخلها مسلم، لا يدخلها كافر. وأبو لؤلؤ المجوسي، مجوسي من اسمه، يعبد النار، ومع ذلك كان يسكن المدينة ويدخل بجوار الحرم، وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، وكان يعمل حدادا عند المغيرة بن شعبة، لكن الدولة أعزها الله وأجلها وأعانهم على الخير، رأوا أن لا يمكن غير المسلم من دخول المدينة أسوة بمكة، حفاظا على حرمتها، حفاظا على قداستها، وهذا شيء محمود نبيل وافق العلماء عليه، لكن حتى يفقه الناس أمر دينهم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، شكر الله لكم، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله أن يتقبل من أخينا الشيخ سالم، وأن يجزيكم عنا جميعا خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين.